قفوا بمخافة الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير، بركاته على جميعنا. من مزامير أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. كمثل ما عظمت أعمالك يا رب، كل شيء بحكمة صنعته، فليكن مجد الرب إلى الأبد. يفرح الرب بجميع أعماله، هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وإذا اثنان منهم كانا سائرين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة من أورشليم، 60 غلوة اسمها عمواس، وكانا يتخاطبان بعضهما مع بعض من أجل جميع الأمور التي حدثت. وفيما هما يتخاطبان ويتساءلان، اقترب منهما يسوع وكان يمشي معهما، وكانت أعينهما قد أمسكت لكي لا يعرفاه، فقالا لهما: ما هذا الكلام الذي يتكلم به بعضكما بعضا وأنتما ماشيان عابسين؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له: هل أنت وحدك غريب عن أورشليم ولم تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام؟ فقال لهما: وما هي؟ أما هما فقالا له: أمر يسوع الناصري، الذي كان رجلا نبيا قويا في الفعل والقول قدام الله وجميع الشعب. وكيف أسلمه عظماء الكهنة والرؤساء لحكم الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو الذي يفتدي إسرائيل، لكن مع هذا كله هذا هو اليوم الثالث منذ كان ذلك. بل ونسوة منا حيرننا، لأنهن بكرنا إلى القبر، ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات: إنهن أبصرن أيضا
استعلان ملائكة قالوا عنه إنه حي. ومضى قوم منا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النسوة، فأما هو فلم يروه. فقالا لهما: يا بطيئي الفهم وثقيلي القلب في الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء، أما كان ينبغي للمسيح أن يتألم بهذه الآلام ويدخل إلى مجده؟ وابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر لهما ما ورد عنه في جميع الكتب. ثم اقتربوا من القرية التي كانا منطلقين إليها، وتظاهر هو أنه منطلق إلى ما هو أبعد، فجعلا يمسكانه غصبا قائلين: أقم معنا فإنه المساء وقد مال النهار. فدخلا ليقيما معهما، وكان لما جلسا معهما أخذ خبزا وبارك وكسرا وأعطاهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه أما هو فاختفى عنهما. فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويفسر لنا الكتب؟ وفي تلك الساعة قاما ورجعا إلى أورشليم، فوجد الأحد عشر مجتمعين والذين معهم وهم يقولون: قد قام الرب حقا، وظهر لسمعانا. وأما هما فأخبر بما كان في الطريق وكيف ظهر لهما عند كسر الخبز إيه.